مشاهدينا، قرأنا خبر في صحيفة سبق عن شاب سعودي يرفع كفاءة الألواح الشمسية لتتناسب مع أجواء المملكة العربية السعودية بنسبة 25%. يعتبر هذا الخبر من الأخبار المهمة ويجب تسليط الضوء عليها، فاستغلال مواردنا الطبيعية أمر هام، وفي نفس الوقت هذه الابتكارات تأتي على يد شباب الوطن. اليوم يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا دكتور حسين باصي، حاصل على براءة اختراع عالمية في توليد الطاقة. أهلا بك دكتور حسين. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني دكتور حسين، إحنا عارفين أنه ما شاء الله المملكة العربية السعودية دولة الشمس ما تغيب عنها، صيف وشتاء عندنا الشمس، والألواح الشمسية صديقة للبيئة وهي مصدر متجدد للطاقة. ليش إحنا يعني ما نستطيع أن نستخدم الألواح الشمسية بشكلها اللي متعارف عليه في الخارج؟ وكيف أنت يعني فكرت بفكرة الابتكار اللي يساهم في توليد الطاقة؟ جميل جدا. فعلا المعلومة صحيحة بأن إحنا عندنا وفرة كبيرة وعالية في كمية الشمس والضوء اللي بتنزل عندنا على المملكة، على أراضي المملكة العربية السعودية. الفكرة وما فيها أنه عملية استغلالها بشكل كامل يعتمد على حدودنا في التقنية. إحنا التقنية الآن فين وصلت معنا؟ بالنسبة للطاقة الشمسية والألواح الشمسية، حتى نكون يعني دقيقين في كلامنا، لأنه بالنسبة للطاقة الشمسية إما بتكون طاقة حرارية أو بتكون طاقة ضوئية اللي إحنا بنعتمد فيها على الألواح الشمسية. الألواح الشمسية لسوء الحظ إنه التقنية وصلت معنا الآن إلى حد إنها هي بتتأثر بشكل سلبي مع حرارة الشمس. يعني هي بتأخذ الضوء لكن بتكره في نفس الوقت الحرارة. زيادة الحرارة في المنطقة بيقلل من كفاءة الألواح الشمسية. هذه كانت مشكلة يعني، وفي مشاكل أخرى موجودة الحقيقة في الألواح الشمسية، اللي هي مثلا تراكم الغبار على الألواح الشمسية، أو بيكون أحيانا السماء تكون فيها الغيوم اللي تحجب ضوء الشمس للوصول إلى الألواح الشمسية. هذه كلها من المعوقات اللي يصعب إن إحنا نخلينا حتى في المملكة إن إحنا نعتمد على الألواح الشمسية بشكل كلي. طب إيش الابتكار اللي أنت ابتكرته عشان تحل هذه المشكلة؟ جميل جدا. بالنسبة للألواح الشمسية اللي موجودة، النظام اللي ابتكرته هو نظام مكون من عدة أجزاء بتحل المشاكل هذه كلها تقريبا. حلو. بتحل مشكلة إنه وجود الغبرة على نفس الألواح الشمسية بأنها تمنعها من إن هي توصل. والخطوة الثانية، طب لو وصلت للألواح الشمسية، النظام هذا إيش المفروض إن هو يسوي حتى يعمل تنظيف ذاتي للألواح الشمسية ويشيل الغبرة هذه عليها حتى نرجع ثاني مرة للكفاءة حقتنا. ممتاز. والشيء الثالث كمان موضوع اللي هو تركيز ضوء الشمس على الألواح الشمسية، لأنه من شروق الشمس إلى غروب الشمس أفضل وقت بنقدر نحصل فيها على الطاقة من الشمس على الألواح الشمسية هذه، عندما تكون الشمس متعامدة على الألواح الشمسية هذه. حلو. وهذا طبعا ما بيصير لأنه الألواح الشمسية ثابتة تقريبا، معظم الأنظمة اللي موجودة الألواح الشمسية بتكون ثابتة. الشمس هي اللي بتتحرك من المشرق إلى المغرب. وبالتالي برضو زودت في النظام عملية توجيه الضوء حتى تسقط بشكل عمودي أو بشكل نقدر نقول شبه عمودي متكرر. نعم. على الألواح الشمسية. نعم. وفي نفس الوقت في نظام تبريد للألواح الشمسية هذه بيكون متداخل مع هذا النظام اللي هو بيحاول أنه يعامد ضوء الشمس على الألواح الشمسية وفي نفس الوقت ينظفها. جميل. فالسيستم تقريبا متراكب مع بعضه. نعم. حلو. يعني إذا دكتور حسين، كل هذه الأمور هي اللي رح ترفع الكفاءة بنسبة 25%، شيء ممتاز جدا. ولكن إذا جينا قلنا الطاقة التي ستولد، في إيش نقدر نستخدمها إحنا المستهلكين بشكل عام؟ جميل جدا. طبعا أول شيء الاستهلاك عندنا في المملكة العربية السعودية بيزداد سنة وراء سنة. يعني المتوقع في عام 2023 راح نطلع تقريبا من الرقم الحالي اللي هو تقريبا استهلاكنا 63 مليون ميجا وات للساعة إلى تقريبا 66.5. هذه الزيادة تحتاج إنه مثلا زي شركات توليد الكهرباء، سواء كانت الشركة السعودية للكهرباء أو الشركات اللي هي يعني مستقلة،
انها تعوض هذا الازدياد اللي احنا ساير معنا. في محطات الان صارت زي المحطه اللي هي محطه سكاكا اللي هي عباره عن 300 ميجا وات للطاقه الشمسيه. هذه المحطات في النهايه بتزودنا احنا كمستهلكين، هذا على مستوى اللي هو نسميه اليوتيليتي سكيل اللي هو على مستوى توليد بكميات كبيره. لو افترضنا انه احنا بنتكلم على المستوى اللي هو السكني او الشخصي او حتى على المستوى التجاري، لو اي منشاه او اي يعني منزل فيلا يعني مركب طاقه شمسيه عنده في البيت، في النهاية الكفاءة اللي بتوصل له يعني كفاءة معينة بتخدم في النهاية بعض الأحمال الكهربائية اللي عنده في البيت من إضاءة، من مثلا تلفزيون، من يعني بعض الأجهزة الكهربائية اللي بيستخدمها. مع استخدام هذه التقنية وهذا الابتكار راح نرفع الكفاءة هذه، بحيث أنه إحنا والله لا، اللي كنا بنقدمه أول عبارة عن 300 اللي كنت بقول عليها 300 ميجا واط، لا ممكن تطلع تسير الآن مثلا ممكن توصل إلى 400-450. تمام. يعني حتى الرقم اللي هو عبارة عن 25% يعني نعم. الرقم ممكن يطلع، ما هو بهذا، ما هي هذه النسبة الثابتة اللي احنا نعتمد عليها. دكتور حسين، يعني ما شاء الله، أول شيء اسمح لي أني أنا أبارك لك على هذه براءة الاختراع هذا الجميل، واللي أكيد راح يفيدنا على المدى القصير وعلى المدى البعيد. لذلك أنا يعني ودي أعرف يعني إيش تأثير أو إيش الأشياء اللي راح يقدمها هذا الاختراع على المدى البعيد، إيش راح نستفيد إحنا كمستهلكين وك يعني مولدين للطاقة. جميل. الآن طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في عندنا لو تكلمنا على المستوى المحلي، زي ما كنت بقول عملية إنتاج الكهرباء الآن حتعتمد على الطاقة المتجددة. جميل. واللي هي تقريبا إحنا الآن بنتكلم عن الطاقة الشمسية. صحيح. فمن الناحية البيئية الآن إحنا الحقيقة عملنا مساهمة الآن كبيرة بأنه رفعنا الكفاءة. نعم. وبالتالي حبينا أنه إحنا كمان ندعم من الناحية البيئية، أنه الضرر اللي بيصير على البيئة الآن بيساعدنا أنه إحنا نقلله. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني عملية الصناعة، يعني حتى التقنية أنه إحنا لو حبينا نصنعها عندنا هنا محليا ما هي صعبة، ونقدر نسوي نصنعها بشكل ممتاز حتى تخدمنا وممكن تخدم غيرنا. من الجانب الآخر يمكن سمعتوا عن اللي هو الربط الكهربائي الخليجي. الآن المملكة العربية السعودية مربوطة بدول الخليج من ناحية الكهربائية، فإحنا حتى ممكن نوصل لمرحلة أنه إحنا ممكن ندعم الدول المجاورة بالكهرباء، لأنه في عندنا مساحة كبيرة وفي عندنا وفرة عالية في الطاقة الشمسية، وبالتالي نقدر ننتج بكمية كبيرة، نقدر حتى نصدرها إلى الدول المجاورة لو الفرصة كانت موجودة. هذا بس نقاط يعني بسيطة، وليس جميع النقاط يعني. مظبوط، يعني كلام مرة جميل وشرح وافر. يعني أنا سؤالي واللي يهمني في الموضوع ده كله، أنا متى حقدر أحط ألواح شمسية فوق بيتي ولا أدفع فواتير كهرباء ولا تجيني فواتير ولا شيء، وأعتمد على طاقتي من ألواحي الشمسية، وندخل وخلاص يكون هذا عندنا هذه الطاقة في كل البيوت، ونفعل هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية؟ متى حيشوف هذا المشروع النور؟ متى؟ احنا الحقيقه بالنسبه للنموذج الاولي عملناه، النموذج الاولي بشكل مبسط صغير تقريبا قبل سنه ونص او اكثر. حلو. قبل سنه ونص تقريبا، واثبت صراحه كفاءته بنسبه حتى اعلى من 25%، اثبت كفاءته بنسبه تقريبا لا تقل عن 60%. ولكن احنا ما نقدر نعتمد على الارقام هذه. الان احنا في طور انه احنا نبني النموذج الاولي بشكل يكون مقارب جدا للعمليه التصنيعيه، على اساس بعد كده ان شاء الله حيتم عمليه صناعته. طبعا اللي وراء المشروع هذا ان شاء الله حيكون طبعا جامعه الملك عبد العزيز، بحكم ان انا عضو هيئه التدريس فيها، حتى نقدر نوصل في النهايه المنتج ان شاء الله حيكون ممتاز ومنافس وحيرفع من الكفاءه. موضوع الفاتوره، يعني انا في المقالات الاسبوعيه اللي بكتبها يعني دائما بتعرض لموضوع الفاتوره وبأتكلم عنه بشكل او باخر. عمليه اللي هو الاستغناء عن شبكه الكهرباء والاعتماد الكلي على الالواح الشمسيه. أيوة. في الفتره الحاليه هذه ما اعتقد انه الموضوع هذا راح يصير، لسه الموضوع يحتاج له وقت، مو من الناحيه يعني الحواجز، ليست فقط حواجز تقنيه. في حواجز برضه من الناحيه اللي هي اللوائح والانظمه والترتيبات. اي بس يا دكتور انت قلت انه هذا تصنيعها سهل، يعني تصنيعها سهل ومقدور عليه يعني، فإذا كان يعني أنت بتتكلم الآن. أيوة. يعني إيش المشكلة؟ إحنا مو مشكلتنا في التصنيع. لا مو مشكلتنا في التصنيع، مشكلتنا إن إحنا في النهاية عندنا شبكة كهرباء. صح. شبكة الكهرباء وشبكة التوزيع الكهرباء
الحقيقة فيها عوامل كثير، يعني هي ما هي بالسهولة هذه إنه إحنا نجي مثلا واحد من مثلا من أو مجموعة من اللي موجودين في حي سكني يقولوا إحنا نبغى نخلي كل الاعتماد حقنا على الطاقة الشمسية. طيب طبعا لو تسمحوا لي أدخل بس في جانب تقني بسيط كده حتى أشرح إنه العملية ما هي بهذه السهولة. يا ريت. لو افترضنا جدلا إنه في حي كامل بيعتمد على أو يعني نص الحي هذا بيعتمد على الطاقة الشمسية، في اللحظة اللي بتيجي فيها مثلا غيمة أو بيجي فيها أي شيء يمنع وصول الشمس لفترة لحظية، طبعا هنا حيصير حاجة من اثنين، إما أنه حتنقطع الكهرباء على السكان هذول اللي بيعتمدوا على الطاقة الشمسية مباشرة، أو أنهم بيسحبوا على طول من شبكة الكهرباء. طيب. سحبهم المفاجئ من شبكة الكهرباء بيعمل زعزعة في شبكة الكهرباء، عشان كده إحنا بنقول أن الموضوع ليس بهذه السهولة، في تدرج حتى نقدر نوصل للمرحلة اللي فعلا نعتمد فيها على الطاقة الشمسية من غير ما ندفع الفاتورة. دكتور حسين، يعني الكلام اللي انت قلته جدا مفيد ويعني فعليا مهم، لكن يمكن سؤالي هذا يكون من باب الفضول. الحين لو عندنا على سبيل المثال هذه الطاقة الشمسية موجودة في البيت، لكن مش اعتمادنا الكلي عليها، لكن احنا حاطينها زي ما تقول باك اب، او حاطينها في حالة طوارئ، لا سمح الله قطعت الكهرباء عندنا، صار التماس، صارت مشكلة، صار ايا كان قطعت الكهرباء، هل ممكن ان نخليها زي بلان بي او شيء يشتغل زي يعني انوار الطوارئ؟ ممكن تكون موجودة بس تكون البيت. موجودة نعم. اي صحيح، هو الحقيقة اللي احنا بنسويه في العادة هو العكس، يعني احنا بنعتمد على الطاقة الشمسية، وفي اللحظة اللي بتغيب فيها الطاقة الشمسية يعني السيستمز اللي موجودة بتسحب على طول من شبكة الكهرباء، هذا طبعا في فترة النهار. احيانا في ناس بيقولوا لا، يعني انا ابغى اخلي السيستم حقي بيكون مور سكيورد بانهم يركبوا عندهم اللي هو نظام البطاريات. طبعا حيكون مكلف اكثر يمكن لعدد كبير من الناس، هو ما هو مجدي ان هو يركب البطاريات لانه في ارتفاع صراحه واضح في السعر، ولكن الفكره اللي تفضلت فيها ممكن تسير، ولكن البراكتس اللي احنا عاده بنمشي عليه في الديزاينز حقه السولار سيستمز انه احنا لا بنخلي المين سورس هو السولار، وفي حاله انه تزعزع المصدر منطقي اكثر. دكتور منطقي اكثر، منطقي اكثر فعلا. دكتور حسين، يعني انا يعني اذا كنت حناقشك في الموضوع حاخذ وقت مره طويل، بس انت في نقطه ذكرتها قلت انه ما ينفع نعتمد على الالواح الشمسيه وبعدين لما نحول للكهرباء يصير في زعزعه او حاجه زي كذا. يعني طب الالواح الشمسيه دي ما تخزن الطاقه؟ يعني ما بتخزنها الوقت طويل بحيث انه لو جاء مثلا غيمه او في الليل ما في هذا النظام؟ لا لا، الألواح الشمسية هي بتعمل عملية تحويل فوري من ضوء الشمس إلى الكهرباء، اللي بيخزن الطاقة الشمسية هي البطاريات طبعا. أيوة. وهذا اللي أنا كنت بقوله، لو أي أحد يبغى يركب البطاريات ممكن مرتفع. وحتى يعني نوضح النقطة هذه، في بعض المستهلكين بيكونوا مرتبطين في شبكة الكهرباء، في العادة هذول ما يستخدموا البطاريات لأنه زي ما كنت بقول في حالة انه اذا انقطع الكهرباء من مصدر اللي هو الطاقه الشمسيه بياخذوا من الشبكه. اما النوع الاخر اللي هو بيكون لا منفصل، ما هو مرتبط في شبكه الكهرباء، يمكن يكون المكان بعيد ما يكون متصل فيه اصلا من شبكه الكهرباء، هنا عاده بيكون مستخدمين للبطاريات. مظبوط. وبيكون السيستم تقريبا مور ستيبل، مستقر بشكل اكبر. اكيد طبعا. دكتور حسين شكرا، طبعا مبروك مره ثانيه وشكرا لوجودك معنا، وان شاء الله نشوف هذا الابتكار عما قريب. يعني انا اول واحده من دحين ابغى اشتري الواح شمسيه واحطها، خلاص ما ابغى ادفع فواتير، خلاص انا حتى لو في الليل لو ما عندي ما في شمس اجلس في الظلمه ما عندي مشكله. عموما مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي الفقرات لليوم.